قال الشاعر بصوت حسام نصر الله. نظم عمرو بن كلثوم معلقته حول الحرب التي دارت بين بكر وتغلب ودامت 40 سنة، فأبدع ابن كلثوم في قصيدته فخراً بذكر بطش قومه ومجدهم وعراقتهم، واعتبرت معلقته من أعظم ما قيل في الفخر عند العرب، ومما قال فيها: وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا، بأن المطعمون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا ابتلينا، وأن المانعون لما أردنا، وأن النازلون بحيث شينا، وأن التاركون إذا سخطنا، وأن الآخذون إذا رضينا، وأن العاصمون إذا أطعنا، وأن العازمون إذا عصينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. قال الشاعر بصوت حسام نصر الله.